دي يسمع، حتى الطفل في السماء يسمع، حتى الطفل في بطن امه يسمع. انا بقول الذنب ذنبي على روحي، انا قريت اماره السوق ضرتني ولا انضريت، والصحه والمال غشوني وانا انغشيت، وانا اللي من غشمه جالي فتحت له الباب على البحر، خلى الحرامي يحوي في عيني، وخرجت انا عن طوق اهلي، وصعبت شلة بني ادمين في المعصيه يمين يمين. المال يا صاحبي ساعات بيضر، على قد ما بينفع بيضر، اصل الشيطان شطار شاطر، وليه على الجاهل اللي زي حالاتنا سلطان. يا رب قد المتقدر، صعبان عليا سنين عمري وهي مني بتتقدر، وارجع اقول لينا رب كريم توكلنا عليه. اسمع يا شاطر من اللي شال من الهموم اردب، اسمع يا شاطر احسن في يوم تندب. انا اتغربت عن اهلي سنين طويله، وخايف اموت ولا يبكي عليا حبيب. الموت حق اما الفراق صعيب، قررت ان اكتب، قررت ان اتكلم، اكتب عن عالم غريب، عالم من خلف الاسوار. وما هي الاسوار؟ هو السجن. وما هو السجن؟ مقبرة الاحياء وشماتة الاعداء، وامتحان للاهل والاحبة والاصدقاء. كان ليا ناس بحبهم ويحبوني، دلوقتي في الدقيقة نسيوني، نسوا الصداقة الاندال. لا في يوم حد جاني بجواب ولا بسؤال، ويا رب اتوب وانت التواب، وكل شيء مكتوب في كتاب. يا مركب الصحابة انا قلبي تعب منكم، لا رجولة ولا جدعانة شفتها منكم، لو كان على الكلام بناقص منكم. احلى مسا عليكم.